موجز أخبار الآن. اختتمت في الرياض القمة العربية الإسلامية الأمريكية بحضور الرئيس الأمريكي وقادة الدول الإسلامية، وأكد البيان الختامي للقمة على تأسيس شراكة وثيقة لمواجهة التطرف والإرهاب وإدانة دور إيران والتصدي لتدخلاتها. وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن بيان القمة يؤكد على أهمية محاربة الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أن الطرفين دخلا مرحلة جديدة بعد قمة الرياض. قال كبير مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إن زيارة المملكة العربية السعودية حققت تقدماً كبيراً تجاه الوصول لهدف توحيد العالم ضد عدم التسامح والإرهاب. وأكد كوشنر على أهمية التوصل إلى قرار إنشاء مركز جديد لمكافحة التطرف وتأمين تعاون دول المنطقة لتجريم تمويل الإرهاب وتعقبه ووقفه. التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض. جاء اللقاء على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها العاصمة السعودية، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرق اللقاء لبحث عدد من الملفات الإقليمية. أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ضرورة بذل المزيد من قبل الأطراف كافة لمواجهة انتشار الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا خلال مشاركته في منتدى مغردون على الحاجة إلى سن تشريعات خاصة لهذا الهدف ودفع منصات التواصل الاجتماعي على تحمل المسؤولية عن المحتوى الذي تساهم في نشره. حسم ريال مدريد صراع الليغا بالجولة الختامية ليتوج بطلاً للمرة 33 في تاريخه بعد فوزه على مضيفه مالاغا بهدفين دون رد، ليرفع رصيده في الصدارة ل 93 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي فاز على إيبار برباعية لهدفين. وتابع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه في المباريات الحاسمة، واحتاج لدقيقتين فقط ليمنح التقدم لفريقه. وفي الشوط الثاني وقع بنزيما هدف الأمان للريال الذي اختتم موسمه بالانتصار 29، مسجلا بذلك عودته مجددا لمنصة التتويج. نهاية الموجز، إلى اللقاء.